بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل الدورة المباركة من مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن مع صفحة رقم 25، فلننتبه بارك الله فيكم. أول متشابه معنا قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، آية 164 البقرة. في آل عمران تشابهت هذه الآية معها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب العالمين. في موضع يونس آية 6: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. آية يونس الوحيدة التي تقدم فيها اختلاف الليل والنهار على خلق السماوات والأرض. نلاحظ هنا في البقرة: إن في خلق السماوات والأرض. في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. في موضع يونس الوحيد الذي جاء فيه أولا اختلاف الليل والنهار قبل قوله جل وعلا: وما خلق الله في السماوات والأرض. وهنا تأتي معنا هذه القاعدة، وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. ومن المتشابهات آية 164 قوله تبارك وتعالى في ضمن الآية: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تشابهت مع موضع الجاثية: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. جميع مواضع القرآن فأحيا به الأرض بعد موته، إلا آية العنكبوت هي الوحيدة قوله جل وعلا: فأحيا به الأرض من بعد موته، يعني بزيادة حرف الجر من. أما بقية المواضع فأحيا به الأرض بعد موتها كما نرى. وهنا كذلك هذه القاعدة، وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. من المتشابهات كذلك آية 165 قوله تبارك وتعالى: شديد العذاب، البقرة، آية 165 الوحيدة في القرآن. باقي المواضع شديد العقاب، وقد تكررت 14 مرة، هي سهلة ويسيرة إن شاء الله جل وعلا. وكذلك نقول: وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. ومن المتشابهات قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا أول البقرة، تشابهت مع الموضع الثاني: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نلاحظ هنا النداء الأول يا أيها الناس، النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا، ولكن في النداء الأول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، في النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. فهنا الضبط سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا نربط اللام من كلمة الناس، وكذلك اللام من كلمة الأرض باللام من كلمة أول. وفي الموضع الثاني نربط الياء من كلمة الذين، وكذلك الياء من كلمة طيبات بالياء من كلمة ثاني، أي الموضع الثاني. واجمع حروف الموضع المشتبه من كل كلمة وثم انتبه. ومن المتشابهات آية 168 كلوا مما في الأرض حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جاء اللفظ متشابه تماما في آية البقرة وآية الأنعام، إلا أن في البقرة بدايتها كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا، أما في الأنعام كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا. والأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن المتشابهات كذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الثاني نفس الألفاظ إلا أنه جاء بعده فإن زللتم، ثاني البقرة. الموضع الثالث هناك في الأنعام
إلا أنه جاء بعدها ثمانية أزواج من الضأن اثنين. الموضع الرابع في سورة النور: لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان. نلاحظ أن موضع النور هو الموضع الوحيد الذي جاء بدون واو، لا تتبع، وجاء بعدها ومن يتبع، ولذلك موضع النور هو الموضع الوحيد ومن يتبع خطوات الشيطان. باقي المواضع إنه لكم عدو مبين كما نرى هنا في هذه المواضع الثلاث. وهنا كذلك نقول وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. أما بالنسبة لسورة البقرة ربما يكون هناك تشابه أكثر، فالموضع الأول جاء بعدها إنما يأمركم، أما الموضع الثاني فإن زللتم، فهنا نربط الهمزة من كلمة إنما بالهمزة من كلمة أول، فيتضح الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن المتشابهات قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. الموضع الثاني: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الموضع الثالث: وإذا قيل لهم تعالوا، وهنا في اختلاف، وإذا قيل لهم تعالوا في سورة المائدة إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهنا نربط الميم من كلمة يعلمون بالميم من كلمة المائدة. كذلك في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول الشيخ: آية البقرة الوحيدة ما ألفينا، باقي المواضع ما وجدنا، آية المائدة الوحيدة قالوا حسبنا، باقي المواضع قالوا بل نتبع، وجاء بآية البقرة ولقمان وإذا قيل لهم اتبعوا والمائدة والنساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى وجاء بالبقرة أولو كان آباؤهم لا يعقلون والمائدة أولو كان آباؤهم لا يعلمون، وانتبه لهما واربط بينهما بالحروف الملونة كما يظهر أمامنا في المصحف الآن. وهذا هو شرح الشيخ بارك الله فيه، إلا أني آتي بهذه الأبيات تقريبا يعني أتت معنا قبل ذلك: لا يعقلون قبله ألفينا في أطول القرآن فاترك مينا، يعني موضع البقرة. لا يعلمون قبله وجدنا مع انتفاع عقل وعلم عنا في سورة العقود فانقل عنا لقمان فيها قد أتى وجدنا. العقود يعني سورة المائدة. وفي هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، اشملنا بشفاعته يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك أنت الواحد الأحد، وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وصفت أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا من له الأمر كله، يا من له الأمر كله، نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. نلقاكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.